خايف على مستقبلك العلمي، انا جيت انبهك مخصوص للموضوع ده. خلص رسالتك وخد درجه الدكتوراه يا دكتور. وبعدين ما كلنا عندنا مشاكلنا بره، بلاش تخليها مشاكل بره وجوه. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور، وشكرا على اهتمام حضرتك بمستقبلي العلمي. بكره لما تكبر وتقعد على كرسي زي هاي انت وحشتيني دي. بعد اذنك يا دكتور. وانت كمان وحشني قوي. واسف على اي ازعاج سببته لحضرتك. لا يا ادهم، تعالى تعالى. الو فريد باشا، ازاي معاليك؟ لا تمام يا دكتور شريف. اهم حاجه انك تحت مسؤوليتك. احنا يهمنا سعادتك ومجد بيتك. شكلك مش عاجبني. لا واحنا راضيين. مالك؟ انت طبعا عارف ان احنا بنعمل كل ده عشان مصلحتك. مفيش، ضغط الشغل. انا هبلغ مجد بيتك. انت عارفه البورد ميتنج قرب والكولكشن الجديد، كل حاجه فوق دماغي. كل ما افتكر الموضوع ده من فتره للتانيه كده بصراحه بتوتر. ما تقلقش كله هيعدي. مش عاجبني ابدا ان جمانة تتعلق باللي اسمها ريم دي. عارفه فريده؟ يمكن مش اول مره اجي شقه نازلي، بس مش عارف ليه النهارده كده شكلها مختلف. كني اول مره اشوفها. لما ريم تبقى ريم هانم ونلاقي نفسنا في مشاكل ملهاش حل. صوتك يا هيدي افرجي وشك. صباح الفل يا محمد. هو انت بتدوري على حاجه معينه؟ لا خالص. يعني غريبة يعني يا فريدة، ما جبتلي سيرة الفرح وهنعمل ايه وهنجهز ايه وكده يعني. تشغلش بالك انت بالتفاصيل دي، انت اوريدي مشغول، كفاية اللي انت فيه. ما انا لو حبيبتي لو سبت نفسي في الشغل مش هخلص. وبعدين فرصة الواحد بصراحة يطلع من مشاكل الشغل والشركة ونفكر بقى في مستقبلنا شوية. على فكرة انت عارفة عندي افكار كتير قوي، فكرت كتير قوي الفرح بتاعنا، بس للاسف ما بتجيش الفرصه ان نقعد نتكلم يا فريده مع بعض ونحكي في الموضوع ده. ولا يهمك يا ادهم، لما تفضى نبقى نتكلم. طب ما حبيبتي احنا قاعدين اهو، يلا نتكلم. انا لازم اقوم دلوقتي عشان اشوف الشنط واشوف الحاجات اللي جابتها باري. طب ما تقعدي شويه. انا هنا اهو. انا رحت فين؟ اجيب لك واين تهدي اعصابك شويه؟ لا ثانك يو. بعد اذنك. تفضل. ادهم تعالى معرفك، تيمور عبد السلام صاحب هب. شيرين قلت لي شو انت تعرفي عن تيمور؟ تيمور؟ معرفش عنه حاجات كتير، بس اللي اعرفه ان هبه بتحبه من زمان، وان هي ما كانتش عايزه تحكي لحد ابدا عليه، لحد ما مريم قالت لها الفنجان، وقالت لها ان هي هتحب واحد هيغير لها كل حياتها، فاعترفت. مش عايزه اكون موجوده يوم فرحه. مش هقدر. مش هقدر اشوفه وهو بيتجوزها. يومها بجد كل حاجه هتبقى انتهت بالنسبه لي. يا رب ساعتها اكون خفيت من حبي ليه. ولو اني اشك ان ده ممكن يحصل، يمكن لاني حاسه ان مستر ادهم هيفضل عايش جوايا بقيه حياتي. يا ريت قلبي يصدق ان عمر ما كان ليا ولا هيكون ليا. يا ريت يفهم الحقيقه ويعرف ان كل ده كان خيال، وهمت نفسي بيه وعشته لوحدي. لازم قلبي يفهم ان زي مستر ادهم عمر ما كان هيحب واحدة زيي. هبة! هبة ردي عليا! هبة! هبة ردي عليا أرجوكي! ردي عليا! هبة ردي عليا! أنت بتعملي إيه؟ أنا عايزك تفهمي أنت بتعملي إيه؟ أنت بتحبي دي ولا بتحبي تيمور؟ ردي عليا بقولك! هبة ردي عليا! هبة! هبة! هبة!
في ايه يا ادهم؟ انت كنت بتحلم بهبه؟ لا بحلم ايه بس يا فريده، ده كان كابوس. كابوس ايه ده؟ لو مش عايز تحكي بلاش. فريده مفيش، كنت بحلم بايكو موضه بتضيع مني وهبه قاعده مع محاميين بيتفاوضوا على الشركه. ناقصه هي كوابيس وتوتر. هي فيها مشاكل ممكن تضيعها منك؟ لا يا فريده، وبليز ما تجيبيش السيره دي قدامي. هو انت بصلي كده ليه؟ طبعا فاكره ان انا قاعد بحلم بهبه صح؟ هبه؟ اهو ده اللي ناقص، دي تبقى نكت. قال هبه ايه؟ صباح الخير يا تيمور. صباح النور على البنور. صباح الخير يا تيمور. صباح النور. صباح الفل يا هبه، تعالي اتفضلي. تعالي يا برنسيسة. يلا اركب. اركب ايه؟ اركب عندك. ليه تعالي هنا انت؟ لا اركب، انا اللي هسوق. سوقي ليه يا هبه؟ ما انا موجود. سيدي انا عايز اسوق عشان العربيه دي بتاعه تيراموده، وانا صاحب تيراموده، وانت مدير تيراموده، يعني احنا الاثنين من حقنا نسوق يا تيمور. وبعدين انا مش كل ما عوز مشوار هبقى اقول لك، يعني كل واحد فينا يعمل مشاويره براحته. هو انا كنت اشتكيت لك؟ دي من غير ما تشتكي. طب هتقول لهم ايه بقى لما يلوك جايه بيها من غيري؟ هقول لهم صاحب المليونير سلفني عربيته عشان نروح بيها الشغل. طب وليه كده طيب؟ علشان انا عايزه هيبه رجل غراب تبقى اشيك واحده النهارده، ووقف ايه الكوموده دي كلها على رجلي. وانت ناوي على ايه بالظبط يا هبه؟ اركب بقى وانا اقول لك. يلا اهدى كله اهدى كله، الحق يا مهيب، دي النمله طلع لها اسنان واحنا لسه نايمين. بقول لك ايه، ما هتصطبح الصبح وروح شوف حالك كنت بتعمل ايه. لا مش لما نعرف الاول العروسه دي جايه منين. جايه من عند بتاع العرايس يا ظريف. الله ما انت حلو اهو، بتعرف تقفل. امال ليه يبص عليك من بعيد يقول عليك قفل وزنجر؟ بقول لك ايه يا مدحت، اصطبح وقول يا صبح. هقول يا صبح. يا صبح. الله الله عليك، الله على صوتي. سلام. قول لي بقى، الحتة دي بتاعت مين فيكو؟ بتاعتنا. أيوة يعني بتاعتكو سالفينها ولا بتاعتكو سارقينها؟ هيهيو لا يا حدق شاريينها. هي الحكاية بقى، انتوا وقعتوا على مغارة علي بابا واحنا ما نعرفش. لا وانت الصادق، مغارة علي بابا هي اللي جات لحد عندنا وفتحت لنا بوابها. يعني ايه بقى؟ يعني من الآخر كده، العربية دي بتاعت شركة تيرا موضة. عارفين بقى شركة تيرا موضة دي بتاعت مين؟ خلاص تيمور سيبك منهم، يلا بينا. لا يا هبه استني، خليني اقول لهم عشان كل واحد يحط لسانه جوه بقه. شركة تيرا موضة دي بتاعت الآنسة هبة النجار، وأنا بقى المدير بتاع الشركة. طب إيش عليكم، ألف مبروك يا هبة، ألف ألف مبروك. طب بقى مش هتاخدينا لفة في العربية الجديدة عشان تتبارك؟ انسى، انتوا عمركم هتعتبوا عتبتها. ليه كده بس؟ انت هتتنططي علينا من أولها؟ أولها هو آخرها يا حبيبي. يلا يا تيمور. بقول لك يا تيمو، تيمو احنا النهارده هنسهر سهره جامده جدا النهارده بالليل، وهتبقى فيها موزس جامده، القعده طريه هتبقى حلوه قوي. هتيجي ولا ايه؟ هتكلمنا. طب بقول لك ايه، ما تنساش جامده. الله ايدك ما شاء الله يا عم. جميل قوي. شايف يا تيمور، حتى مهيب ومدحت المعفنين مش مصدقين دي عربيتنا وفاكرينها سرقنا. ولسه لما تنزلي تاني قدامهم انت اكيد مش هتعرفي تطلعي بيها. قلت لك يا تيمور مش هنزل، وهسوقها يعني هسوقها، ويحصل اللي يحصل بقى. فايه ما تقلقش، انا واخده كورسات سواقه. ودي خدتيها فين دي كمان؟ من على اليوتيوب. خدت كورسات من على اليوتيوب. يوتيوب؟ ربنا يستر. يلا قول لي بقى ادورها ازاي عشان ناسي الكورس ده. ما خدتهاش على اليوتيوب دي؟ ناسيتها. ماشي، هتنزلي فرامل اليد من هنا، وبعدين تجيبي الفتيس على دي. اوكي. يلا عدي عدي عدي. مين عدي؟ مين ايه؟ ربي لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك. بس الحمد لله على السلامه، وصلنا. انزلي بقى، انزلي. الله، شايف يا واد يا مهيب؟ شايف ولاد الناس عاملين ازاي؟ نبي عسل. ما اكيد اليوتيوب كان بيقطع هنا.
بقى ابوك ابوك يا هبه. اقفي اقفي ما تكلكسلوش. مش اكيد مش هكلكسله. في حاجه هو عايز مساعده؟ لا شكرا مش عايز منكم حاجه. يلا امشوا من هنا. انزل يا تيمور. انزل اروح فين؟ هنزق معاه يعني. طيب ابقى هزق معاه. اياك حد يلمس العربيه دي. انا مش عاوز مساعده من حد. يلا اتكلوا على الله وامشوا من هنا. في ايه بابا؟ ما يصحش كده. سيبنا نزق معاك العربيه. ما انا طول عمري بزقها لوحدي يا بنت فوقيه. يلا اتكلوا على الله وامشوا من هنا. عشان خاطر حرام عليك نفسك. انت اللي حرام عليكي نفسك يا بنت عبد العزيز النجار. اصلك مش شايفه روحك وانت قاعده جوه المخروبه دي. اياكش تكوني فاكره نفسك بنت زواج بحق وحقيقي. خلاص يا عم عبد العزيز هد نفسك، ما تعصبش نفسك اكتر من كده. يلا يلا امشوا من هنا. طب بص يا بابا اركب معايا هوديك الحته اللي انت عايزها وسيب العربيه هنا. لا يا ست شكرا، حد الله بيني وما بينها. انا ما بركبش عربيات مشكوك في ذمتها. يلا يلا امشوا من هنا. خلاص يا بابا براحتك. يلا يا تيمور. يلا يلا يا اخوي. يلا يلا امشي. بوكي تنك قوي. يلا يلا بسرعه قبل البوليس ما يجي ياخدكم انتوا. ايه امشوا يا بابا. تعالى اركب معايا. امشوا. ما تاخديش في بالك، ده هتلاقيه منفسم منك عشان بتسوق احسن منه. صح؟ دي تعليم يوتيوب دي يا جاهل. يلا محل اللبس اللي قلت لك عليه اهو. ماشي يلا بينا. لا يلا بينا ايه؟ انا لازم امشي. تمشي تروحي فين؟ انت عايزاني انزل اشتري لبس على ذوقي؟ ايوه يا تيمور فيها ايه يعني؟ ما هي انا بثق في ذوقك اكتر من بثق في ذوقي. لو في اي حاجه خلي الراجل اللي بيبيع يختار معاك. ايوه هبه يعني انت عايزه تسيبيني في المكان ده لوحدي؟ في يا تيمور هم هيخطفوك. لا مش الفكرة، بس مش منظر يعني يا هبة بعد ما انزل اشتري لبس من مكان الضيف ده اروح راكب ميكروباص. انت كنت بتعمل ايه الاول قبل ما يبقى معاك عربية؟ لا قبل ما يبقى معايا عربية كان وضع تاني، كنت كائن عادي، كنت واحد عادي عايش ومتعايش، لكن دلوقتي الوضع اختلف. ما اختلفش في حاجة يا تيمور، لو ركبت ميكروباص من هنا ما حدش هيشوفك، ولو حد شافك يا سيدي يبقى دور وشك في الدايرة. طب ما تريحيني طب وتقولي لي انت ناوية تخلي معاك العربية النهاردة طول اليوم؟ ايوه طبعا يا تيمور النهارده اليوم بتاعي. وبعدين يعني فيها ايه؟ انا لو حد قال لي حاجه هقول لهم صاحبي حبيبي ومسلفني عربيته. ماشي يا هبه، بس انت ما بتعرفيش تسوقي، وانا بصراحه هقلق ان العربيه تفضل معاكي اليوم كله بالشكل ده. ايه ما بعرفش اسوق دي؟ ايه ما بعرفش اسوق دي؟ مش عاجبك سواقتي؟ بقول لك ايه يا تيمور؟ ما تقلقش عليا، الشركه قريبه من هنا وانا لازم اتعود اسوق لوحدي، لو حصل اي حاجه هبقى اكلمك. ماشي. يلا يلا انزل بقى. طب قولي لي انت ناوية ترجع العربية على الساعة كام كده؟ اشمعنى يا تيمور؟ عشان 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 ايه؟ عشان خطر، خطر ان انت ممكن ترجعي في وقت متأخر وانا اقلق عليكي دلوقتي ما بقاش في امان. امان ايه يا تيمور؟ انا رجلي غراب ما حدش هيبص لي يا حبيبي. لا ما هو اللي هيبص لك مش هيبص لك انت، هيبص على العربية. ما تقلقش، اي حد هيبص على العربية هيلاقيني انا اللي بسوقها، هيبص لي هيتخض فهيجري مش هيسرق. ما اختلفناش يا هبة، بس يعني بس ايه بقى؟ يلا انزل. يلا يلا ايش ايش. ماشي باي باي. تيمور انت بقيت زنان قوي يا حبيبي. استنى استنى. ربنا يستر منه لله اليوتيوب. ما تخافيش يا بيري، النهارده ان شاء الله كله هيبقى تمام وهعدي عليك اخدك في ميعاد. ايوه بس مش هو ده اللي اتفقنا عليه. انت قايل لي انك هتبيع الشقه وتاخد فلوسها. يا حبيبتي انا بعد ما فكرت في الموضوع اكتشفت ان انا لو نفذت اللي انا قلته هفتح على نفسي طاقه مشاكل، وبعدين احنا هنقسم بينا كل حاجه وكل واحد يروح لحاله، اخلص بقى من زنها. انا شايفه انك لازم تفكر تاني في الموضوع ده، احنا كده مش مستفيدين حاجه خالص. ما هو على يدك، انا كل شهر بحوش النفقه بتاعتها وفي الاخر بنصرفها. يا حبيبتي انا خلاص ما بقتش استحمل بهدلتها ليها كل شويه،
ما انت لو نفذت اللي انت بتقوله ده مش هيبقى لنا فلوس نعمل بيها اي حاجه. لا يا قلبي، انا عامل حسابي على كل حاجه. هيتبقى لنا شويه فلوس كده ونجيب عربيه محندقه صغيره. الهام، انا عايزه عربيه. ليه؟ ما انا بوصلك اي مشوار انت عايزاه. ما انا برضو مش مبسوطه ان انا مقدراك معايا كده على طول في اي مشوار اروح. ليه يا حبيبتي؟ وانا يعني كنت اشتكيت لك؟ من غير ما تشتكي يا حبيبي، انا عايزه عربيه تبقى بتاعتي. ايه، كتير عليا؟ لا كتير عليا انا، قصدي يعني خلاص بقى بلاش نتكلم في الموضوع ده، ولو سمحت يعني لو سمحت ما تجيبلي سيرته بعد كده. لا هجيب سيرته. عارف ليه؟ عشان انت ما بتفكرش غير فيها هي وبس. عموما اعمل اللي انت عايزه، بس خليك عارف كويس انك انت كده بتظلمني. لا يا حبيبتي استني بس، تعالي نتكلم بس، استني. لا مش وقته، نتكلم بعدين. يا حبيبتي دلوقتي والنبي، معلش معلش. ايه بس يا ابني، ايه دي حياتي، ايه دي يا نورعين. لا مش متاخرين قوي كده يعني. متاخرين يعني الساعه كام دلوقتي؟ المفروض هادي عشان طلعين. بصي بصي ايه في ايه. بصي بصي الراجل كش ازاي، اول ما شافنا تلاقيه خاف احسن نتلم عليه ونديله علقه. لو سمحتي ما تتكلميش على جوزي كده دلوقتي. بقى جوزي مقاش بس بقى. يلا بينا، يا تخنا قوي. يلا يلا. ايه ده ايه ده؟ اوعى الكينج، اوعى عصفورين الكناري يا وطن. انزل يا جميل من الفيسبا وحبني حتى ولو بنسبه. ايه ده؟ الله يسلمك. صباح النور. امال فين الباقي؟ شيرين راحت للدكتور ومستنيين نشوف هيقول لها ايه. ورجاء تعبانه ومش هتيجي. الحقوا الحقوا، شوفوا مين اللي جاي في تاكسي. صفرا ايه دي بقت خضرا دلوقتي. سبحانك يا رب. طب بصوا بصوا هبه هبه. صباح الخير يا بابا. اسد ايه دول؟ هم دول حقك 3 جنيه، اكتر من كده تبقى بتسرقني. بسرقك ايه؟ انت اول ما ركبتي التاكسي دوت قمت مصفر لك العداد قدام عينيكي. مصفر العداد؟ مش مصفر العداد، هم دول اللي معايا. يلا امشي بقى تفضحني. امشي اروح فين؟ انا مش منقول من هنا غير لما اخد حقي. هو انتوا تعملوا هوانم وتركبوا لي كوسه ومش هتدفعوا حقها؟ لماح. ايوه لو سمحت بس العربيه دي. ماشي ماشي حاضر. بسم الله ما شاء الله، شكلك يجنن يا هبه وانت سايقه. حبيب قلبي هندسه معلش هتطلع بس عجله لقدام عشان الست تخش مكانك. والنبي الله يبارك لك، ابعد عني السعادي. اما اشوف اللي عاملين لي فيها هوانم ويركبوا لي التكوسه ويتجسعوا ومش عاوزين يدفعوا حق التاكس. انا دفعت لك على فكره. يا بيري 3 جنيه انت راكبه اسانسير. ادفعي ادفعي يا حلوه، مش عامله فيها بنت ناس وغنيه. يلا اجي الراجل حقه وادفعي. يلا بقى خلصينا، خلي هبه تعرف تركب. بس ما انت كمان دوشتيني. اهدي شويه. ايه ما صدقتي تركبي عربيه؟ خلاص يا بيري انت ايه السياح اللي انت فيه ده؟ خلاص انا هحاسب لك. احاسب لك انا؟ يماه بس خلاص اوعي تدوسي على الجنتلمان اللي جوايا. حسابك كام؟ ما انا خلاص يا حبيبتي انا فهمت الدنيا اهي. انت عايز كام؟ 20 جنيه. طب بس خدت عامل القلق ده كله وعامل وان شو وقلب الدنيا على 20 جنيه. امسك يا عامل 20 جنيه اهي واعمل لك 3 جنيه. اعمل لك قلعه السندوتش اللي ابن اختك يا اخت. حلوه يا اسطى. ده انت جايباه منين ده؟ قتل قطه ده هون. حرام. في ايه يا اسطى؟ اعمل لك اد على الفيس النهارده. ها ربنا يكتر من امثالك. انت جننتي ولا انت كمان؟ لا بس ممكن اجن عليكي بكره لو عملتيها تاني. خدي رماح كده ليك 17. 17 ايه ده؟ انا مش فاهم انت بتعملي مع ايه ده؟ ايه رماح في ايه؟ خلاص خلاص يا بير، انا ياما وقفت معاكي انت مفيش خالص. صدرالي ال 3 جنيه. في اول بقى عندنا عربيه. الله برافو عليك يا هبه. الله الله حبيبتي يا معلم. شفت اللي طالعه دي من الحوش؟ ايوه بقى يا بوبا. برافو يا هبه. بجد يا هبه شكلك يهبل وانت سايقه، بس انت جيتي بيها ازاي دي؟ تيمور حبيبي ما استحملش ان انا اركب مواصلات فاداني العربيه. لا ما شاء الله، ربنا يخليكوا لبعض يا هبه. هبه خلي بالك منه، اللي زي تيمور ده خلص ما بقاش موجود. ايوه هبه حراسي، بيني وبينك العربيات دي ما بقتش تتعوض. على رايك يا رباب، العربيات اللي زي دي لما بتروح من ايد صحابها صعبه قوي ترجع تاني. مساكين يا رماح، ما لو ما شافش النعمه بيشوف اي حاجه بتهبل كده. مريم هو مش المسكين ده يا حبيبتي اللي بيضيع منه النعمه وعارف انها مش هترجع؟ ايوه. وانتي فاكره كده بقى ان انا مش هعرف ارجع عربيتي تاني؟ لا انا متاكده يا روحي. هتشوفي هرجع عربيتي وهرجع لك انت كمان ال 17 جنيه. طب نكتب بيهم ورقه مؤقتا يا مدام بيري عشان بس محدش. على فكره بقى البنت دي ناويه على نيه مش ولا بد.
يلا يلا. على فكرة يا هبة، أنا ما كنتش عارف إنك بتعرفي تسوقي أوي كده. لا أنا سوقت قبل كده، خدت عربية بابا عشان أطلع الرخصة، بس من ساعتها ما سوقتش. بس يا حبيبتي العربية دي مش زي عربية بابا. بس قولي لي بقى، أنتِ جيتي بقى هنا إزاي؟ لا دي سهلة أوي، أصلها أوتوماتيك بتسوق بنفسها. الله يا هبة، أنتِ هترجعيها إمتى يا هبة؟ ما عنديش ميعاد معين. طب إيه رأيكوا لو نخرج النهاردة كلنا كده ونتشيك ونلبس كده أحلى حاجة عندنا وننزل من العربية التحفة دي؟ طب والله العظيم الشارع كله هيقف على رجل. مصيب يا بنتي، انت في حكم المخطوب. ايه عليا بقى، ولا قلت حاجه؟ يعني هناخد لفه كده على السريع عليا. خلاص خلاص انا هحلها لكم، انا عازمكم النهارده على الغدا وهاخدكم بالعربيه. ايوه بقى يا بوبا، هو ده الكلام. وايه بقى مناسبه العزومه دي؟ غير مناسبه يا عليا، اعتبريها مناسبه العربيه الجديده. طب هبه انت هتعزمينا فين؟ مفاجاه. ماشي، طب يلا بينا. يلا نخلص شغل بسرعه بقى. ايه يا غدا، ايه الاخبار؟ ايه العربيه دي؟ انت اشتغلتي على ليموزين جديده ولا ايه؟ يعني بتحسني دخلك بعد الدور؟ لا ايما انت، على فكره على فكره برضه شغال على قصتك بعد الدور، واخد طرف بالليل. ممكن اكلم لك الراجل تاخدي طرف لو عايزه تحسني دخلك زياده يعني. اخص عربيه محروسه. اخص العربيه؟ قالك مش عايزه تاخد طرف. السندوتش ده ما فيهوش جبنه في الطرف ولا ايه؟ يا نهار اسود. صباح الخير يا محروس. صباح الفل يا مستر. خد اركن العربيه. حاضر. الله الله. وايه بقى الهمه دي كلها؟ تغسل عربيه مين يا استاذ؟ ده عربيه الانسه هبه، بس حته عربيه فورتيكا. والله يا عيل، هي هبه بقت بتيجي بالعربيه كمان. وهو صاحب العربيه دي فوق ولا ايه؟ لا ده هي اللي جت سايقه لوحدها. هي اللي جت سايقه لوحدها. ايه ده، بتعرف تسوق اصلا؟ تخيلي المهنه لمت يا استاذ. وصاحبها بقى جه معاها وبعدين مشي؟ لا 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 ما جاش، ده انا سمعتها وهي بتقول ان هو سايب لها العربيه دي النهارده. ده كده يبقى بيحبها قوي عشان يسيب لها عربيه زي دي. اكيد طبعا، اكيد بيحبها. اكيد. سلام يا محروس. اكيد اكيد بيحبها طبعا، او بيكره العربيه. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا مريم. صباح الخير. تعالي من فضلك، عايزاكي. صباح الخير. صباح الخير يا مازن. شفت؟ خدت بالك ان العربيه بقت بتركن تحت عادي؟ نيلت وشفتها. طب ايه بقى؟ البت دي ناوي على ايه؟ معرفش، هموت واعرف، بس يا رب بقى تتكرم وتقول لي. نعم. هو انت من امبارح ما كلمتهاش؟ كلمتها، بس اتهربت مني. اتهربت منك ليه؟ ما اعرفش يا مازن، لو كنت عارف كنت قلت لك. طب بلاش ليه، اتهربت منك ازاي؟ امبارح مشيت وراها هي والواد اللي اسمه تيمور بتاعها ده. فضلت ماشي وراهم لحد ما وصلها البيت، طلعها لحد فوق، كلمتها ما ردتش عليا وانا متاكد ان هي في البيت. وبعدين ايه اللي حصل؟ مفيش، فضلت مستني من تحت البيت لحد ما لقيته نزل ومنشكح قوي وهو بياخد العربيه وماشي. يا عيني يا ابني، ده انت تلاقيك استويت امبارح. قول لي صحيح، انت مش كنت رايح لفريده؟ ايه اللي وداك لهبه بقى؟ تفتكر يعني كان هيجيلي دوم من غير ما اعرف ايه اللي بيحصل؟ انا لا عارف حاجه عنها ولا عن شركتي يا مازن. معلش اهدى اهدى وحاول تنسى اللي حصل خالص عشان تعرف تتكلم معاها. الموضوع مش محتاج اي عصبيه على فكره. بقول لك ايه، خش اتكلم معاها دلوقتي وجر معاها ناعم وبحكي لي عملت ايه. سلام.
سلام. صباح الخير يا هبه. صباح النور يا مستر. كلمتك امبارح كذا مره على التليفون، ما ردتيش عليا ليه؟ معلش مستر، انا كنت عامله موبايل سايلنت، وبعدين لما روحت لقيت الوقت متاخر قوي اني اكلم حضرتك. بس انا قلت يعني اكيد حياتك عند مس فريده، فممكن تاخد بالها لو كلمتك ولا حاجه. طيب كنت حابب اسالك سؤال بس كده، هو فضولي شويه. هي العربيه اللي تحت دي بتاع تيمور ولا سالفها؟ بس العربيه غاليه قوي. لا حياتك، هو تيمور ما استلفش حاجه من حد، العربيه دي انا اللي شاريها. انت اللي شاريها يا هبه؟ ايوه يا فندم، انا اللي شاريها. ومنين يا هبه جبتي فلوس العربيه؟ العربيه تمنها معدي وغاليه قوي. جبت فلوس العربيه من شركه تيراموده يا فندم. قصدك ايكو موده حضرتك؟ لا يا فندم، شركه تيراموده دي شركه، وايكو موده دي شركه تانية خالص، كل شركه لوحدها وكل شركه ليها راس مالها مستقل بيها. لا لا، كلامك مظبوط، صح جدا، عندك حق. بس حضرتك برضو تيري موضة هي الشركة الضامنة الإيكو موضة، ولا إيه؟ وحياتك إيه اللي يمنع يعني إن أنا أجيب عربية من حسابها؟ لا ما يمنعش، بس المفروض قبل ما تعملي أي حاجة تقولها لي، ولا إيه؟ يا فندم حياتك معانا، يعني إحنا اتفقنا إنه لما نيجي نفتح شركة تيري موضة إن أنا أتصرف فيها بالشكل اللي أنا شايفاه صح، وإن حياتك بتثق فيا وفي قراراتي. أنا بثق فيكي وفي قراراتك، بس عايز أفهم ليه تجيبي عربية بالتمن ده؟ عشان مدير شركة تيراموده ما ينفعش يركب عربية رخيصة. وأنتِ رايحة تجيبي عربية بالتمن ده عشان مدير شركة تيراموده يركبها؟ حياتك قلقان ليه يا فندم؟ حياتك إن العربية دي مش ملك لتيمور، في الأول وفي الآخر العربية دي ملك لتيراموده. أيوه بس دي عربية غالية قوي. يا فندم حياتك لازم تفهم، دلوقتي شركة تيراموده هي الشركة الضامنة لإيكو موده، وحياتك مدارها على كمبيالات بقد كده، فما ينفعش يعني شركة تيراموده ما تبانش إنها شركة مميزة وضخمة عشان الإيمج بتاعتنا، فأنا قلت إن إحنا نجيب عربية، ده مش هيأثر بالسلب على شركة تيراموده وإيكو موده، وده هيخلينا يبقى شكلنا كويس قدام الناس عشان ما حدش يشك فيه. خلاص يا هبة فهمتك، فهمتك. ما دام الغرض من العربية كده، يا ريت تقولي لتيمور بيه ما ياخدش العربية في مشواره الشخصية، أوكي؟ ويركنها عشان يحافظ عليها. حياتك متقلقش خالص يا فندم، العربيه اما راكنه تحت في الباركينج اما راكنه تحت عند بيتي. ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ ايه العربيه دي؟ ايه الحلاوه؟ الوانه اللي بقول لها يا استاذه هبه تعالي خدي لي فطار على التوك توك. المفروض انا اخد انا العربيه دي وهي تقعد في التوك توك بقى، لايقه عليا قوي، محروسه كتير. يا سلام، ونلعب بقى. نلعب. ولو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول عربيه في سكه الاموال، لاروح لاول الهبه واقول لها يا رجل الغراب، لاروح لاول الهبه واقول لها يا بوز الغراب. لا نغسل بقى، عشان كده لو جت ايه لقيتني ما خلصتش هتغسلني هي. هو تيمور بركنه تحت البيت عندك؟ ايوه يا فندم، وانا ساعات بجي بيها الشغل زي ما جيت النهارده. يا انا كنت عارف ان حياتك قايل لي قبل كده يعني انه انك انت عايز تجيب لي عربيه، وانا عارفه طبعا ان الظروف ما كانتش سامحه خالص، فانا قلت بقى دي بتعوضي. انا فعلا قلت لك كده واتكلمنا في موضوع العربيه دي قبل كده، بس ما كنتش متخيل هي هتكون بالسعر ده. وحياتك مش تكتر العربيه دي عليا؟ لا يا هبة، أنا بس كنت عايز أقول عموما يا فندم العربية تحت أمر حضرتك، وأنا كنت قلت لزمايلي قبل كده إن العربية دي بتاعة تيمور علشان ما حدش يشك في حاجة، وزي ما حضرتك قلت لي قبل كده إن أنا أقول إن تيمور ده صاحبي علشان أتجنب المشاكل، فأنا يعني عملت التمثيلية دي عشان ما حدش يشك في حاجة. يا عيني عليك يا واد يا محروس، ظبطت العربية وخليتها عروسة. المفروض أبقى كوافير عربيات تطلعهم كلهم عروس. يا مستر محفظ يا دي الرخامه. يا اهلا يا اهلا، ده ايه النور ده؟ الشركه نورت والله يا مستر معتز. يا اهلا يا اهلا، خدرك العربيه تحت امرك. عربيه مين دي؟ دي عربيه الانسه هبه. هبه؟ هبه مين؟ هبه مستر، هبه النجار مساعده مستر ادهم. هبه؟ اه.
وهي بقى معاها فلوس كتير للدرجه دي عشان تركب عربيه زي دي؟ لا هي مش عربيتها عربيتها يعني، هي عربيه صاحبها وهو مديها لها يعني تركبها كده فانتازيه يعني. هي هبه كمان مصاحبه ولا ايه؟ اه يا باشا طبعا ده مصاحبه حته راجل غني قوي قوي باين عليه فانتازي يعني كده هوت. بس ايه رايك يا باشا في العربيه؟ حلوه هي شبه العربيه اللي كانت مع مدام بيري بس دي افخم شويه. كانت مع مدام بيري؟ هي بيري كمان مغيره العربيه ولا ايه؟ لا غيرت ايه، اسكت يا سعاده البيه، مش حجزوا العربيه بعيد عنك وعن عربيتك، حجزوه حجزوا عليها. هايل هايل معتز بيه ده، شرير قوي، بيفكرني بالفامباير بتوع الافلام. الظاهر يا مستر الناس مستكترين عليها عربيه زي دي، يمكن عشان شكلي يعني ولا مستواي الاجتماعي مش عارفه. ليه هبه بتقولي كده؟ وبعدين اقول لك على حاجه، مفيش حاجه تكتر عليكي. ميرسي يا مستر، صحتك شكلك مش مبسوط. انا فعلا هبه مش مبسوط، مش مبسوط عشان مش فاهم وبقيتي متغيره معايا. متغيره ازاي يعني؟ ما اعرفش متغيره ازاي، طريقه كلامك معايا متغيره، اسلوبك، كل حاجه بقت غريبه، حتى الكلام اللي كنت بتكلمه لي ما بقى زي زمان. لا يا مستر، انا زي ما انا، مفيش حاجه جت عليا يعني. عارفه هبه لو انت بتقولي زي ما انت بالظبط كده، ليه تقربي وتروحي لتيمور؟ لو انا كنت شاكك شويه في تصرف اختك مره ورا التانيه، بس اتاكدت بعد كده ان كل حاجه انت بتعمليها انت قاصده ان تعمليها ومتعمده كمان. ليله الحفله بتاعت رشا البدري ما كانتش صدفه، غداك امبارح مع تيمور كان مترتب، حتى لما جه يوصلك كنت عارفه من اول يوم ان ده كان هيحصل. هو انت ليه بتعملي معايا كده؟ ممكن تفهميني؟ مستر ما بعملش حاجه، لو حياتك مش واثق ان انا بدير شركه ترى موضه بشكل كويس انا ممكن ارجع حياتك الشركه دلوقتي. هتقول لي الشركه؟ انا مش بتكلم على الشركه خالص يا هبه، وانت عارفه كده كويس. امال حياتك في ايه؟ حياتك من شويه كنت متضايق علشان انا جبت العربيه ومن غير ما اقول لحضرتك، وبعد كده اتضايقت ان انا خليت تيمور يسوقها، وبعد كده اتضايقت ان انا قلت للناس ان العربيه دي بتاعت تيمور. هبه انا مش متضايق. لا حياتك شكلك متضايق. قلت لك مش متضايق. يا فندم حياتك شكلك متضايق، هكذب عليك؟ الله، بقول لك مش متضايق، مش متضايق، هو انت هتضايقني بالعافيه؟